يا مساء الخير ويا مساء الجمال على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة مكمل موضوع الحلقة اللي فاتت واللي كان بيتكلم عن الصدمات العاطفية وطرق التعافي منها. قلنا الحلقة اللي فاتت ان مفيش حاجة اسمها صدمة عاطفية ولكن اسمها تجربة، يمكن تكون يعني تجربة قاسية شوية، بس مين فينا ممرش بتجارب قاسية قبل كده؟ تمام؟ يمكن التجارب دي بتبقى ما هي إلا دروس إحنا بنستفاد منها في العلاقة القديمة وبناخد منها بعض النقاط اللي إحنا بنبتدي نتجنبها في العلاقة اللي بعد كده. أعزائي المشاهدين، أي حد ممكن يكون بيتفرج عليا دلوقتي عنده مشكلة، بيعاني من صدمة عاطفية، بيعاني من خيانة، مش عارفة تتعامل مع جوزك، مش عارف تتعامل مع مراتك، تقدر تكلمنا دلوقتي على أرقام البرنامج اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. مكمل معايا من الحلقة اللي فاتت أستاذة ماجي فراج. إزيك يا دكتور؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ كله حلو الحمد لله. أخبارك أنت إيه؟ منورة ومنورة الدنيا. إيه اللي استفدتي بيه بقى المرة اللي فاتت؟ لا، إن مفيش حاجة اسمها صدمة عاطفية بقى، تجربة ولكن تجربة قاسية جدا جدا جدا. لا، مفيش تجارب قاسية، مفيش تجارب سهلة، حقيقي. بس التجربة الفكرة ان انا اتعلم منها، ايه اللي هتعلمه منها؟ حقيقي، يعني حاجات احنا ممكن نكون بنتعلم منها في التجربة الأولى علشان نتجنبها في العلاقة اللي بعد كده، ده حقيقي فعلا. طيب، خلينا نبتدي في أول سؤال. طيب، نقول مثلا هل الصدمات العاطفية بتبقى قوية أكتر على الرجل أم المرأة؟ هو للاسف عشان احنا بس في المجتمع العربي اوكي بتبقى اقوى للست، لان دايما عندنا لسه الفكر بتاع الطلاق، تمام، وانها اصلي هحمل رقم مطلق، تمام. مع ان سبحان الله يعني لو تاملنا صوره الطلاق نفسها هنلاقيها صوره التفاؤل، لان بتدينا كم نصايح، وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فاللي انت فاكراه ده ممكن هيبقى انقاذ لحياتك، ممكن هو ده الشر بعينه، واللي انت فاكراه ان ده اوحش حاجه ممكن يبقى ده احسن حاجه ليكي دلوقتي. فبالتالي برضو ربنا عمل صوره اسمها صوره الطلاق، يعني احله، تمام. فبالتالي حاجه زي الطلاق دي انا اقعد مع نفسي بعديها، انا اشوف نفسي انا غلطانه في ايه، ايه الغلط اللي ابطل فكره ان اشوف هو عمل واهله عملوا واخوه عمل والجيران عملوا. لا، انا عملت حاجات بس ما كنتش مدركه لها حقيقي. فلو انا عايز اعيش حياه ابسط واسهل لنفسي، ما هو مش لغيري طبعا، فبالتالي محتاجه اشوف نفسي انا ايه غلطاتي، ايه تضحياتي، ايه كانت طلباتي، ايا كان نوع الطلبات ديت، مش شرط انها ماديه او حاجه يعني، عشان ابتدي اوازن اموري. وإذا عايزة أبتدي حياة جديدة أهم حاجة إن ما أعملش مقارنة، ما ابتديش بقى أصل ده كان بيدي كده وده كان بيعمل كده، أصل ده بياكل مش عارفة إزاي وده كان بياكل إزاي، أصل ده مواعيده مظبوطة والتاني ما كانتش مواعيده مظبوطة، يبقى أنا ما استفدتش أي حاجة، ما عملتش أي تجديد في نفسي، حقيقي. أنا نفس الموديل. فاحنا عايزين نعمل ابجريد للموديل بتاعي. بمعنى مثلا ان هو انا كنت واخده في التجربه الاولانيه ان انا بزهق مثلا جوزي مني كتير، ان انا على طول بتصل بيه، انت فين؟ بتعمل ايه؟ يعني كل خمس دقائق، لان انا بقابل بعض الرجاله، طيب، تيجي تقول لك ايه؟ ده انا عندي الست بتاعتي زنانه بطريقه مش طبيعيه. بالظبط. قرفاني ليل نهار، انت فين؟ بتعمل ايه؟ خلاص انا زهقت، ما بقتش حتى يعني قادر ان انا ارد عليها، تمام؟ فدي مثلا نقطة تتجنبيها بعد كده، يعني حتى بيقولوا التقل صنع، يعني فاهمة، يعني حاجة حلوة تقدري تستخدميها بعد كده، يعني فاهمة، يعني التقل برضه بيبقى يعني مطلوب في حاجة زي كده. بالظبط، يعني هي تبتدي طبعا تراعي مثلا نقطة زي دي، ممكن مرة مكالمة، مرة رسالة، وممكن إلقاء المكالمة نفسها يبقى فيها وحشتني، مش شرط بقى انت فين، ولا هات لنا وهات لنا وهات لنا وهات لنا، فاهمه يعني، انت عارفه بقى الست المصريه العيش الفينو، مش العيش الفينو، انت جايب ليه؟ والبطيخه بالذات عايزه تقول له حر بقى، فهات لنا حاجه ايه تطري على قلبنا، يبتدي يحب الطلب. بالظبط كده، خلاص. بس الطريقه، بصي، هو طريقه الالقاء. بالظبط. لا حبيبي يا عم، ايه اتاخرت؟ طب بقول لك هات لنا معاك كذا 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 كذا، عارفه ايه يعني؟ لو عندنا السنس بتاعنا يعلى شويه في الحاجات دي الحياه تختلف تماما. يعني في برنامج لذيذ اسمه كلام مهم، عايزين نقعد نتفرج عليه واحنا بناكل البطيخه. ايوه، خدوا بالك بس من الكلمه اللي قالتها الدكتور دي دلوقتي. ناخد بقى راي سمر معانا. سمر، الو. السلام عليكم. ازيك يا سمر؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ منوراني يا حبيبتي.
ربنا يخليك. ازيك حضرتك، انت عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، اتفضلي. ممكن اقول للدكتوره على حاجه؟ اتفضلي يا سمعان. موري، بصي انا متجوزه وبقالي 5 سنين، بس مش عارفه اتعامل خالص مع جوزي، يعني على طول خناقه انا وهو على اي حاجه، يعني هو عصبي وانا عصبيه برضه اكتر منه، فعلى اي حاجه بنشد قبل بعض يعني. وخصوصا لما تبقى في اي حاجه بيني ما بينه، يعني انا بالصدفه ان هو جاي لها لابوه، يعني جاي لها لاهله في البيت، فانا مش عايزه كده. فمن من خلال كده بنتخانق انا وهو يعني. انت عايشه في بيت عيله يا سمر؟ عايشه في بيت عيله. عايشه في بيت عيله، اوكي تمام. بس يعني كل واحد في شقه لوحده يعني وكده. بس ايه، بعرف ان هو بيقول لوالده على كل حاجه، يعني ما هي دي مشكله لسه كنت هسالك في دوت. هو ودني شويه، بيحب يسمع الكلام اللي بره خالص، فانا ممكن اعرف بالصدفه، وممكن او ممكن اسمع بالصدفه برضه. فبقول له ليه بتعمل ليه كده؟ طب اشمعنى انت بتقولي لوالدتك وانا ما اقولش؟ طب انا ما بقولش اي حاجه يعني. امال هو ليه بيقول لك كده؟ طيب يعني هو ليه شك ان انت بتقولي لوالدتك؟ يعني مش عارفه والله العظيم، انا ما بقول لوالدتي اي حاجه، انا والدتي عاملاها زي ابنها يعني. تمام. بس هي تقول له يا ابني ما مش كل حاجه بتتقال، مش كل، انا ممكن اكون بقول لوالدتي حاجه تخصني انا، يعني حاجه معايا انا، فانا بقولها لها. بس فهو يعني ممكن اي موقف يحصل ولا اي حاجه بسمع او بعرف ان هو جاي لوالده. طب ليه انا مش عايزه كده؟ فبقول له انت بتقوله وتقوله وتقول، فمن هنا يعني بنتخانق احنا وهو. طب ما حاولتيش ان انت تتكلمي معاه بالراحه شويه، تقولي له مثلا اتكلم يعني معاه؟ والله هو يعني من خلال ان انا بتكلم معاه بيشد معايا ويزعق، فبيخليني انا التانيه اتعصب عليه. هو اول حاجه لازم نحطها في اساس الجواز، اوكي، ان اي اتنين اختلفوا نحاول بقدر المستطاع نبعد الاهل. ليه؟ لان الاهل هيخزنوا عندهم سواء هي عملت ايه او هو عمل ايه، وهما الاتنين في الاخر هيتصالحوا والامور هتمشي كويسه، بس الاهل هتفضل فاكره. هي اللي هتشيل. فده هيخلي بقى دايما في مشاكل، لان اللي هيحصل ان في اي موقف سواء من ناحيه الزوج او الزوجه، فاكر المره اللي فاتت، فهنفضل في فاكر دي، وهنفضل بندافع على اول خناقه واحنا عيالنا بقى عندنا يمكن احفاد. فدي لازم نراعيها كويس قوي قوي قوي، ان اللي جوه البيت يفضل جوه البيت، غير لو كانت الامور طلعت بره المسار المعقول او الطبيعي، فحكم من اهلها وحكم من اهله، ده طبعا ساعتها لازم يحصل تدخل. طب هما دلوقتي بتقول ان هي يعني اتكلمت معاه وبالراحه كذا مره، ان هو السر مثلا بتاع بيتهم ما يخرجش بره، وهو لحد دلوقتي برده مصمم على دوت وبيعمل كده. بس هي قالت برده نقطه تانية، ان هي عصبيه ويمكن اكتر منه. اوكي. فطريقه كلامها ممكن ممكن هي عايزه قالت كلام كويس قوي، بس اسلوب بقى القائها دي، هي عصبيه هي اللي قالت اكتر منه. فلما هي قالت له المعلومه المفيده قالتها بطريقه عصبيه اكتر منه، فهو اكيد ما سمعهاش. اذا الهدوء مطلوب يا استاذه سمر في العلاقه، يعني ممكن تتكلمي معاه بس بطريقه اهدى شويه لو انت بتتعصبي في كلامك، يعني حاولي تهدي من الريتم شويه، وربنا يا رب يصلح الامور ما بينكم. طيب معانا مروه. الو، ازيك يا مروه، عامله ايه؟ الحمد لله. انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات. يا حبيبتي منوراني والله، اتفضلي. بس هوضح لحضرتك حاجه، بس عشان المره اللي فاتت حضرتك ما سمعتوش المكالمه. اتفضلي. حضرتك هو راح لوالدته هو وقال لها انا عاوز اخطبها. لا عادلي بقى، عادلي بقى. لا انا فاكره المكالمه. مروه ماشي، والدته هو مش والدتي انا. اوكي. والدته هو قالت له لا ده هما ما ينفعكش وعلى قد حلم. بس دلوقتي بقى في حاجه، هو دلوقتي دايما بيتعرض لي بيك الجامعه، ودايما كل ما يشوفني عيط لي يقول انا لسه بحبك. وانت طبعا لسه بتحبيه يا مروه صح؟ انا ايوه طبعا، بس ان هو دلوقتي متجوز ومراته حامل، طب انا اعمل ايه؟ هو اللي سابني وفي الاخر مشي، جاي دلوقتي ليه؟ بصي يا مروه، لازم انا بجد انا اعصابي تعبانه، هو تعب اعصابي جدا اليومين دول. لا بس انت لازم تقولي، لان هو بيتعرض لي في كل حته بيتعرض لي فيها. بصي يا مروه، اسمعي الدكتور. هو دلوقتي بيسمعكوا دلوقتي تمام، بس انا من فضلك عايز اقول لك حاجه، ما هو ما ينفعش ان انا اقول لحد بطل بقى وابعد. انا مش ال يعني طريقه القائي مش حازمه، انت كده بتضايقني. لا هو قرار، انا لسه ليا مشاعر تجاهك وانت كده بتتعبني. الطريقه دي عمره ما هتبعد حقيقي. معلش انا اسفه، عايزه بقى ايه، راجل قرار ومش راجل. هي لا منها نفسها. ايوه انا بقول عايزه راجل منها. يعني عايزه انت بقى راجل. بس عندي حياتي بالظبط كده، راجل. انما
انت كده بتتعبني، انت كده بتاذي مشاعري، طب ونهايه العلاقه دي ايه؟ طب ونهايه، هو كده عمره ما هيقفل، ما انت سايبه هو حته من الباب مفتوح. بصي يا مروه، يعني انا عايزه اقول لك حاجه، يعني هو دلوقتي عنده بيته وعنده حياته وعنده اطفال، تمام؟ زي ما انت ما بتقولي وعلى كلامك، ف انت دلوقتي اللي هتبقي دخيله على الحوار، لا سيبيه بقى هو مع بيته ومع اولاده، وانت خد بالك من بيتك واولادك، وهي تستاهل واحد، هي كمان يعني من حقها ان هي برضو تتجوز يبقى عندها حياه، فما تظلمهاش عشان انت كده بتظلم، صح كده؟ بالظبط. غير كده مش انت بتقول لسه بتحبيني، اتفضل عندك عنوان بيتي. بالظبط. عايز تعالى ادخل، خبط على باب البيت وادخل قابل اهلي. مش عايز، شكرا يا ابن الحلال، بس زي ما قلت لك راجل واقف يتصرف. برافو. صح. ناخد معانا استاذه مروت. الو الو، السلام عليكم. ازيك يا ميرفت، عامله ايه؟ كويسه حتى الله يصلح حالك ويقفولي يا عمر. ازي حالك يا عمر؟ الحمد لله يا حبيبتي، منوراني. حتى ربنا يصلح حالك ويقعد كده ويفضل لك مفضل للناس يا رب. امين يا رب العالمين يا حبيبتي، اتفضلي. انا الحمد لله في كرب جامد قوي، الحمد لله حبيبتي والله. نعم؟ انا في كرب جامد، بس عايزه اخد نصيحه منكم. اه يا حبيبتي اتفضلي 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 يا حبيبتي اتفضلي. انا حاسه انا دوبه ثانيه بقالي 22 سنه. اتفضلي كملي. وجوزي الحمد لله كويس يعني، بس هو بقى مايل للتاني اكتر مني يعني، بات هناك وهو هناك وكده، بس انا بحبه وهو بيحبني برضه. تمام. بس هو متجوزين بقالكوا قد ايه؟ بقالي 35 سنه. ما شاء الله، العمر كله يا رب. يا رب. اتفضلي. وخلفت منه عيال، بنتين وولد الحمد لله، وزي الفل، وجوز الحمد لله يا حبيبتي. تمام. يعني انت دلوقتي جوزك بتحبيه، هو بيحبك، وهو قال له جوازه ثانيه. بس بس هو بقى عندي اواني على طول. نعم يا فندم؟ بكون عند الأولانية على طول، بكون عندي على طول. اه هو حضرتك الثانية؟ اي انا الثانية حبيبتي. اه حضرتك الثانية. طيب ما هو واضح ان حضرتك الثانية، يبقى اكيد الأولانية هي يعني يعني اذا حضرتك بقالك 35 سنة ما شاء الله معاه، فمثلا نقول اضعف الإيمان، الثانية بقى لها 37 40 سنة. تمام؟ فأكيد كبرت ومحتاجة يمكن مراعية أكتر منه، مش معنى كده. لا يا حبيبتي، لا لا سبحان الله، هي ما بتحبنيش، بتقول لي ما تروحلهاش ما تجيبلهاش كده يعني، سبحان الله. بس هو بس هو بيجيني يعني بيجيني كده واديني برضو يعني يعني ارجع اقول لك ان انا ببش عندي خالص، بس هو بس هناك على طول. وصحته كويسه وبتمشي كويسه وصحته. طيب ثانيه واحده، حضرتك بتقولي بيبات هناك على طول، معنى كده من اول جوازكم هو بيبات هناك؟ لا يا حبيبتي، كان فاضل قاعد معايا كويس قوي معايا اول ما اتجوزنا ده 7 سنين. تمام. بعد كده بقى مال هناك. طيب السبع فجأة كده سبحان الله، السبع سنين دول كانوا متواصلين في ان هو قاعد عندك على طول وما كانش بيبات ساعتها هناك؟ لا كان بيت برضه، كان عادي بينا هنا 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 يوم وهنا يوم. طيب ما هو دلوقتي المشكله عنده هو، ليه هو ما بقاش عادل؟ ما بيعدلش. لا مش مش لا مش 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 عاوزني، ما بحب، يقول لي انا بحبك، بس انا بفتح لك عن يعني بقول انا بحبك. اي والله بقول له روح انا ما سيبك، هو انت طيبه وطيبه وكويس. ماشي، احنا ما اعترضناش على الحب. اه اه بس آه. فين الفعل؟ فين الفعل؟ الحب افعال. ما هو احنا ده كلام، فين بقى الفعل بتاعه؟ فين عدل ربنا؟ بحس والله ما بحسش ان انا مظلومه، صح؟ ما هو كده يعني فين عدل ربنا؟ فانت محتاجه تقعدي معاه وتقولي له لو سمحت انا يعني ده انا مش راضيني. وما يرضيش ربنا قبليها هي كمان، يعني يعني ربنا قال لك ايه؟ يعني مثنى وثلاث ورباع، يعني وان خفتم الا تعدلوا فواحده. طيب فلن تعدلوا. تمام؟ فانت لازم تعرف ديننا بيقول ايه الاول، قبل ما انت تروح تفكر تتجوز جوازه ثانيه وتظلم واحده ثانيه ملهاش اي ذنب ان هي مثلا تكون حبتك. تمام؟ لا انت كده بتظلم. صح. بس ساعات برضه عشان انا برضه خاطر ولادي، برضه عشان خاطر العيال ولادي، برضه ما اقدرش اعمله، ما اقدرش يعني، كان بفوت ابوهم وامهم، والحمد لله جوزت بنات وابن خالتي. اه تمام. بس برضه هل انت مقصره في حاجه من بعد ما جوزتي؟ لا والله، لا والله يا حبيبتي، لا والله ابدا، قسما بالله عمر الحمد لله. هي بتحبه يعني، نظافه وشطاره والدنيا كلها تمثل في العلب واخلاقه. تمام. مش شرط ممكن تبقى مقصره، يعني مثلا كل ما بيجي طب ما افتكرت او انت ما ده برضو ممكن التأنيب او يعني ممكن ان انت كل شويه بتأنبين هو بيتاخر فبيزهق. فخدي بالك لو بتعملي كده من فضلك، خلاص مش هو انت تو ما افتكرت لما تيجي، هو انت كل فين وفين ما اجي لي هو، لا خدي بالك اول ما يجي نورتني، البيت منور بيك، يعني ده انا اخيرا روحي اتردت لي يعني. واقول لك حاجه، ابتدي اعملي حاجات مثلا ما كنتيش بتعمليها قبل كده. طيب يعني الراجل دايما بطبيعته بيحب التغيير في الست. تمام؟ يعني ما خلوش دايما يجي يلاقيكي بنفس الشكل اللي انت كنت قاعده عليه زمان، لا يعني حاولي تغيري مثلا في عفش البيت، على فكره ده بيبقى مريح حتى نفسيا للاثنين اللي بيبقوا عايشين في البيت دوت.
غيري شويه من شكلك، اصبغي شعرك، يعني مهما كبرنا احنا لازم الست تاخد بالها من نفسها، يعني والله لو عندها 80 سنه بقول دايما للست خدي بالك من نفسك عشان ده مهم جدا، لان انت بتفضلي في نظر جوزك الانسه اللي هو راح خطبها في يوم من الايام. يعني بقى بايت بجمال سبحان الله. نعم؟ بايت بجمال، بايت بجمال بالشعر الاشعر اللي هو الاصفر دي سبحان الله خلقت ربنا. وما زلت زي القمر اكيد والله، وما زلت زي القمر. الحمد لله. ربنا يهدي لكم الحال يا حبيبتي. بس حاولي من فضلك نصيحه، لو في لوم قللي اللوم وخليه دايما كلام ايجابي، نورتني وحشتني. ربنا يديني خير ان شاء الله في اخر عمري. امين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا يا استاذه ميرفت. مهم قوي ان الست تاخد بالها من نفسها. طبعا مهم جدا طبعا. ومهم قوي التغيير في حياه الاشخاص، ان انا اخش واعمل حاجه جديده في حياتي، ان انا اخلي جوزي يدخل كده يلاقي البيت بشكل تاني مختلف، يعني زي ما هو متعود عليه، لا انا عاملاه مثلا حطيت الريسبشن بره وحطيت الصالون جوه، يعني عارفه يعني تغيير كده، ايه حطيت السفره بره مثلا بتاع، عارفه انت غيرت في شعري، غيرت في لبسي، عملت ميك اب مختلف. الراجل بيحب يخش يشوف كل ما هو جديد، والجو بقى بتاع البيت بقى، عارفه انت الكاندلز بقى والحاجات، الراجل بيحب التغيير صح كده ولا ايه؟ مش بيحب برضه ده ولا ما بيحبش؟ بيحب التغيير. بس هي الست دايما، بصي في احنا عندنا عامه برضه مشكله، ايه هي؟ ان الست بعد الجواز بتهمل في نفسها. لا 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 لا، مهما كانت بتشتغل وي وي وي، مخها في جوزها او في عيالها او في بيتها. هو بقى عنده شغله وعنده اصحابه وعنده بيته وعنده اي حاجه تانية ممكن، العربيه مثلا ولا اهله، ولا بيعرف يشغل مخه باكتر من حاجه. للاسف احنا مهما شغلنا وقتنا فاحنا شاغلين مخنا بجوزنا، فبيتخنق ما بيستحملش. فلا، اديله برضو مساحته، ولو عايزه تقولي اي حاجه اختاري اسلوب الكلمه، حتى لو عايزه تقولي له انت يعني، حتى لو عايزه تلوميه، هي الفكره طريقه القاء الكلام حقيقي، بس الاسلوب، الاسلوب، الاسلوب والطريقه، الاسلوب ده يعني هو ده، وهي دي فكره البرمجه اللغويه العصبيه، ازاي ابرمج نفسي ان اقول الكلمه بطريقه ثانيه. طيب ناخد ايه. الو. الو السلام عليكم. ازيك يا ايه، عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. في حياتك طيبه حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ ايه سامعاكي، اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا دكتوره؟ عليكم السلام. ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. الله يخليك يا دكتوره. انا عندي مشكله بسيطه كده مع جوزي، انه جوزي دايما ماشي ورا كلام اهله. يعني انا عايشه في بيت العيله برضو، زي مشكلتي قريبه من مشكله المدام سمر اللي هي لسه متكلمه من شويه. تمام. ان جوزي يعني شخصيته ضعيفه شويه مع اهله، فيعني احنا ارياف، الحماوات اللي هي الشديده بتاعت زمان دي، يعني الام من قالت له اطلع اضربها بيطلع بتشحنه بمعنى اصح بكلام مش بيحصل طول اليوم. فانا بتفاجئ بيه، حاولت كتير ان انا اغيره. انا متجوزه بقالي 5 سنين، وقفت جنبه كتير و حاولت ان انا اصلح منه كتير وافهمه بالراحه واثبت له ان الكلام ده ما بيحصلش وحقيقه، واخليه يشوف بعينيه مره واثنين وثلاثه، بحيث ان احنا نقدر نكمل مع بعض. بس ما فيش فايده. وانا يعني فكرت كتير ان انا اتطلق واقف على كده، ما عدتش قادره اكمل معاه. بقالك قد ايه متجوزه؟ بقالي 5 سنين. 5؟ اوكي. طيب هو معلش انا عايزه ارد على حضرتك في حاجه. اول حاجه مفيش حاجه اسمها انا هغير من حد او انا هصلح من حد. محدش بيغير من حد ومحدش بيصلح من حد. الطبع لا يتغير. لان ليه؟ لان ربنا قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فهل حضرتك غيرتي من نفسك؟ فبالتالي قفلت. لا بس اقول لك حاجه، غيري من نفسك. خلينا نتكلم في حاجه مهمه جدا. يمكن انا يعني جات لنا في كذا مكالمه بيت العيله، تمام؟ يمكن في ناس كبيره ممكن تكون بتتفرج علينا دلوقتي، حموات ورجاله برضو كبار بيتفرجوا علينا. يعني انا نفسي اقدم لهم نصيحه بجد، ان هم ياخدوا بالهم من مرات ابنهم، تمام؟ لان دي في الاول في الاخر ست ضعيفه. يعني الست ان هي رضيت تخش بكم وتعيش معاكم في وسطكم، انتوا لازم تعتبروها واحده من يعني زي بنتك او زي بنتك، تمام؟ لان معظم المشاكل اللي بتيجي دلوقتي بتيجي من بيت العيله. طيب اذا يعني اكيد الستات دول كلهم مش هم كلهم عندهم المشاكل، لا،
المشكله كلها بتبقى في بيت العيله. ليه بقى؟ لان بيعتبروا دايما البنت اللي هي لسه متجوزه ابنهم دي دخيله عليهم، تمام؟ ما بيعرفوش يتعودوا عليها بسرعه، تمام؟ والست بتبقى عايزه تحس ان هي عايزه قاعده في مملكتها، عندها خصوصيتها، وهم لا، ده انت اللي عندك عندنا. دي مشكله جامده جدا. مش بس كده، اولا اي بنت لما بتطلع من بيتها، اوكي، بتبقى طالعه حلمه انها هتروح لحياه بقى ورديه، اوكي، وان هي اي حاجه كانت مثلا ممنوعه مثلا في بيتها انها مثلا لازم تصحى بدري مع جوزها بقى. لا ده هناك هتصحى بقى الظهر والعصر مثلا، يعني حتى لو هي حاجات بسيطه جدا، تمام؟ مثلا بتشرب الشاي الساعه كام والقهوه الساعه كام، اللي كانتش بتعملها في بيتها، متخيله ان الرفايع اللي ممكن كان الاهل بيقولوا لها لا، ان دي خلاص هتعملها براحتها. فدي اول مشكله طبعا بتواجه. الحاجه الثانيه ان دايما يعني الفكر العربي برضو ان احنا اللي واخدين البنت، فاحمدي ربنا ان احنا واخدينك عشان احنا ابننا اللي ما حصلش. لا ايوه، تحس ان ابنهم حبه حبه من كتر ما هم بيشكروا فيها يمشي كده يخبط في العفش بجناحاته، يعني والله العظيم بجد، يعني بسمع حكاوي فظيعه. يعني ايه احنا اللي واخدينك، واحنا احنا دفعنا مهر، واحنا جبنا اللي مش عارفه ايه، واحنا اللي عملنا ايه، يعني احنا اللي جايبينك. خلاص. انما الراجل لما لو هو اللي هيروح بقى بيت عيله بيتعامل فوق 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 الراحه، عشان ايه انا مدخلاك؟ ايوه بتشيلوا على يعني فوق الراحه، عشان انا بقى اشتريت الراجل حقيقي يعني. خلاص. فلا، يا ريت كلنا فعلا نفتكر ان البنت دي بنتنا حقيقي، حتى لو احنا عندنا اولاد، بس انت يوم من الايام كان عندك يا ام ولدين وتقولي كان نفسي يكون عندي بنت عشان تبقى صاحبتي، عشان تبقى سندي، عشان عشان عشان. ربنا اعطاك البنت وهي امانه عندك، فقلت لحافظ على الامانه حقيقي. وفي نفس الوقت يعني عشان هتاخدي فيها ثواب. الله في الامان. طيب ناخد استاذ جمال. الو الو الو، ازيك يا استاذ جمال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه؟ ازيك يا استاذ، عامله ايه؟ منور الدنيا. الله يخليكي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ سامعاك يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. معلش بس ما حدش قاطع عليا، معلش يعني، انا اسف يعني. لا براحتك. على فكره انا ما بعممش، على فكره انا دكتوره. تمام. انا هسالك سؤال دلوقتي، لما تكون عندك ولد وفي سن 20 25 30 سنه مش مهم السن، وجيت تتجوزيه وصرفت عليه مبلغ وقدره، الجواز مش بالسهل، تمام؟ شقه وبيت وفرح وتكاليف وكده، تمام. هل انت تتمني ان انت تطلقي ابنك وتجوزيه تاني؟ لا طبعا. طيب ليه بتجيبوا المشكله عند الراجل وعند اهل الراجل؟ لا احنا ما بنتكلمش عن مشكلة عند اهل الراجل ولا عند الراجل، احنا بنقول معظم المشاكل اللي بتيجي كده من واقع المكالمات اكيد اللي حضرتك بتسمعها معانا خلال البرنامج، يعني احنا مش بنجيب الكلام ده من عندنا والله، احنا بنجيبه من واقع المكالمات اللي انت بتسمعها خلال البرنامج. كمل حضرتك. لا 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 بصي، انا معلش معلش يعني اسمعيني لو سمحتي. اتفضل. بصي ده على فكرة البنت بلسانها الكويس والحلو على فكرة لو هتعيش في النار ما حدش بيجرحها ولا بيتكلم معاها او بيرفض معاها لفظ سيء. حضرتك لو كنت قعدت معانا من شويه كنت سمعت الكلمتين دول لسه بنقولهم. لسه قايلينهم حالا. لسه قايلينهم. شفت بقى، احنا ما بنجيش عليكم والله خالص. لسه قايله ان هي بطريقه كلامها هتعرف تاخد اللي هي عايزاه واكتر. واكتر بكتير بكتير طبعا. من اكتر مما تتخيلي. بالظبط كده. الست على فكره باسلوبها الكويس، باسلوبها العنايه، مش مثلا معلش لو بتشتغل او في مكان بتشتغل فيه، على فكره في ناس بتشتغل وفي اماكن عاليه جدا ومتجوزه ناس ضعيفه، يعني ممكن معاها دبلوم ودكتوره ومتجوزه واحد معاه دبلوم. ايوه بس وانس انها دخلت البيت هو جوزها واسلوبها منتهى الاحترام معاه طبعا، وعايشين وعايشين سعداء، خدي بالك طبعا، وعايشين سعداء. وفي بنت معاها دبلوم ويعني دبلوم وحاجه بسيطه خالص ومتجوزه واحد مهندس او دكتور، تمام؟ وتلاقيهم حياتهم سيئه. عارف ليه بقى يا استاذ جمال؟ عارف ليه؟ نعم. عارف ليه؟ عشان ده في الاول وفي الاخر بيرجع لاصل الناس اللي انت بتشتروهم، تمام؟ تمام. ده بيرجع لاصل الناس اللي انت بتشتروهم، والله لو هو ابن مين وهي حد بسيط جدا، فالبنت دي بنت اصول خارجه من بيت يعرف معنى كلمه الاصول، البنت دي متربيه صح، تمام؟ فعشان كده بقول لك قبل ما تناسب حاسب، اختاروا صح.
عشان كده كمان يا استاذ جمال احنا المره اللي فاتت قلنا معلش وعايز برضه اضيف لكم حاجه على فكره. اتفضل اتفضل. والست معلش انا ما بعممش برضه، والست اللي هي بتطلب الانفصال بعد فتره من الزواج ما بعممش، خدي بالك. تمام. بيبقى اكيد في حد في دماغها تاني طرف بعيد عن البيت، ودايما بتجيب اللوم يا على زوجها يا اهل زوجها عشان تطلع وتتجوزه او تطلع، والمهم بتجيب العيب عند جوزها. استاذ جمال لو بتحب جوزها بتتعايش معاه. استاذ جمال المره اللي فاتت احنا قلنا حاجه مهمه جدا، قلنا ان مشكله ان فتره الخطوبه او فتره قرايه الفاتحه اللي هي المهم الفتره ما قبل كتب الكتاب، وحتى فتره كتب الكتاب ما فتره قبل الجواز، بنعمل طريقه سيئه جدا ان احنا بالظبط زي ما احمد زكي عمل، انا لا اكذب ولكني اتجمل. فاللي بيحصل ان بنفضل نتجمل طول الفتره دي، يحصل الجواز القناع يقع، مين دول؟ صح من انتم؟ حقيقي فعلا. نبتدي بقى هنا بس في حاجه معلش يا دكتوره، في حاجه عايز اقول لك عليها على فكره. اتفضل. انا فتره الخطوبه ايا كانت هي فتره طويله قصيره، حتى لو قعدت 10 سنين انا بسمي فتره الخطوبه ديت معلش في الكلمه والتعبير بسميها فتره كد. ايوه دي حقيقه انا ما حرتها. وعلى فكره يعني مش مكياج، يعني يقول لك مثلا انا انت ما عرفتوش في السنه، والله لو البنت فضلت مخطوبه 10 سنين لا هي بتعرفه ولا هو بيعرفها. بالظبط صح عندك حق، ودي فعلا محدش بيعرف حد بنسبه. مش خالص بنسبه. خلينا نتفق يا دكتور ان محدش بيعرف حد غير لما بيقعدوا مع بعض في بيت واحد ويتقفل عليهم باب، ساعتها انا هعرف الراجل ده. بس في مؤشرات، حتى المثل بيقول لك تعرف فلان اعرف بالظبط، عاشرته لا يبقى ما تعرفه، يبقى ما تعرفه. بس في مؤشرات يا استاذ جمال خلال الخطوبه، طيب في مؤشرات بتبان من اهل البنت، من البنت، من اسلوبها، من طبعها، هل البنت دي فعلا ينفع اكمل معاها ولا لا؟ خد بالك هقول لك حاجه مهمه جدا، عايز تعرف الشخصيه اللي معاك، طيب هتعرفها مش وهي فرحانه او هي مبسوطه، لا وانتوا ما بينكم مشكله. طيب يعني دايما انا بقول لك يا دكتور على فكره، على فكره معلش بس في حياه انا مش هتكلم فيها على الهوا. تمام. بصراحه يعني انا متزوج مرتين. اول مره اتجوزت ومعايا جوز بنات وولد وانفصلت. تمام. واتجوزت زوجه تانية ومعايا منها ولد وبنت حاليا. تمام. تمام. السبب فشلي، وعلى فكره انا كنت خاطب في الفتره الاولانيه ما كنتش اعرف خطيبتي خالص. تمام. بس في احساس، في حاجه اسمها احساس طبعا، وما كنتش عايز اخدها، والاخر والدي ووالدتي اصروا ان انا اخدها، خدتها وجبت اولاد وبرضه العيشه ما استمرتش. وفي نقطه انا معلش انا عايز اتكلم فيها، هي بره الموضوع خالص بس انا عايز اتكلم فيه، ومش طايل اي مسؤول اتكلم معاه في النقطه دي. اولا انا ما بشككش في القضاء او كده، بس في ستات بتستخدم الاولاد مقياس الخلاف بينها وبين زوجها. حقيقي بتحصل حقيقي. وادي حاجه ثاني حاجه معلش، يعني النقطه الثانيه، في ستات بتاخد يعني مثلا تروح تشكي وتعمل بجايمه وكلام ده، وفي مشكله ثانيه بس المشكله مش عند القضاء، المشكله بين الناس وبعضها. اللي المشكله اللي الواحده تبقى جايبه قايمه ب 50,000 او 100,000 وتروح تعملها بنص مليون او بمليون، لا دي بقى عندها ربنا، ده تزوير. لا ده تزوير. كمل اتفضل. وتروح تطلب بمليون جنيه وب 2 مليون جنيه والكلام ده، انا حاجه. تاني حاجه الست تاخد الاولاد، انا نفسي الاولاد تكون بره المشاكل بين الست وبين الراجل، بره خالص. بمعنى انت عايز الاولاد انت خدهم عندك وتصرف عليهم. حقيقي. انت عايز الاولاد خدي انت الاولاد واصرفي عليهم. انما الست بتاخد الاولاد عندها، وممكن او تطلب مثلا معاها 3 4 عيال وتطلب 3 4000 جنيه نفقه. تمام. ممكن هي ما تصرفش عليهم جنيه وتشغل الاولاد في الشارع وتشغلهم هنا وهنا، والراجل يروح يدفع في البنك تمام الفلوس او عبر المحكمه، والاولاد متشرده في الشوارع. كلام سليم ولا مش منطقي؟ لا هو بص هقول لك، هو في حاجات يعني يعني في حاجات تانية، في حاجات خارجه عن يعني هم مثلا دلوقتي القضاء تمام او محكمه الاسره بتدي الحضانه للام حتى سن دلوقتي كام يا دكتور؟ 12 سنه صح؟ وفي كلام ان هو ممكن يوصل ل 18 كمان، الولاد 15 ويمتد ل 18، البنت يعني هي بيسال ويمتد للجواز. تمام.
خلينا نتفق، خليني بس اشرح لك حته صغيره. طيب احنا بعد الطلاق مفروض نوصل لنقطه معينه، الا وهي نقطه التفاهم. احنا خلاص كل واحد فينا يا ابن الناس راح لحاله، ولكن دلوقتي في ما بيني وما بينك اولاد. اولاد انت ليك حق الرؤيه ليهم، تمام، وليك حق استضافه ان هم يروحوا يقعدوا معاك كانهم يعني عايشين معاك برضو، وبتشوفهم وبتخرج معاهم وبتلاعبهم، وانت عليك حق ان انت تصرف على اولادك دول طول ما هم في حضانه مامتهم، صح كده؟ طبعا. يعني امال ليه الرجال قوامون على النساء؟ بالظبط، يعني ليه؟ ما بما انفقوا. حقيقي. شكرا يا استاذ جمال، ميرسي لمداخلتك معايا النهارده. طيب كده دخلتيني انا بقيت محاميه كده وسبت بقى ولا شيء امور يعني هو طرح قضيه على الهواء فاحنا لازم كنا مفيش مشكله. طيب معانا استاذ حسن. الو، فصل. شكرا شكرا استاذ حسن. طيب نرجع بقى تاني للموضوع بتاع الحلقه بتاعتنا واللي بيتكلم عن الصدمات العاطفيه. في بعض الناس اول ما تتصدم في اي علاقه خلاص تلاقيها دخلت في مرحله اكتئاب شديد جدا، وابتدت تاخد انواع من الادويه للمهدئات، وابتدت تاخد منوم عشان تهرب من الدنيا وتهرب من الحياه. يعني هل الادويه والحاجات اللي هم بياخدوها دي بيبقى ليهم تاثير بعد كده على حياه الشخص ده؟ طبعا طبعا. بعد شويه بصي تعرفي امتى تروحي لمعالج نفسي وامتى تروحي لايف كوتش وامتى تروحي لدكتور نفساني. اوكي تعالي نقول مثلا المشكله عندنا من 1 لـ10. اوكي لو هي المشكله لسه في الاول، يعني مثلا نقول من 7 لـ10، يبقى ساعتها بتروحي لايف كوتش بيوجهك ازاي تخططي لحياتك وازاي تعيش حياتك. بس مش كل الناس هيبقى عندها الامكانيه ان هي تروح للايف كوتش، يعني في ناس ممكن تكونش عندها امور ماديه ان هي تروح وتدفع علشان تتعالج. طيب ما هو اللي هيخليها تروح لدكتور نفساني بالعكس ومقرص كتير والدكاتره دلوقتي هتزعلوا مني لا عليكم كل الاحترام. اوكي وهيبقى اوفر كتير من الادويه، ان معروف قوي ادويه الاكتئاب ادويه غاليه مش رخيصه. اوكي وما بتعرفيش بقى تطلعي منها، وانس انك دخلتي فيها انسي انك تعرفي تطلعي منها. حقيقي. اوكي لو المرحله من او لو الدرجه من 4 لـ7 هنا محتاجه معالج نفسي. كل ده انت ما بتستخدميش ادويه، بالعكس انت بتشتغلي على نفسك وبتعرفي ازاي انت تطلعي نفسك. فحتى ايا كان مبالغهم فهو اكيد اسهل لك منك هتروحي للدكتور وهتبتدي تاخدي الادويه، وبعد شويه الدواء ده هتتعودي عليه فهتاخدي معاه دواء تاني او هتطلعي الجرعه اعلى وهتبقى دوامه، والمنوم بعد كده مش هينيمك، طب هاخد قرصين، وهتلاقي نفسك دخلتي في سكه. ولو حولتي بقى توقفي لو ما كانش عن طريق الدكتور بالطريقه الصح وقفتي لوحدك هتلاقي نفسك يعني بتفصلي بقى خالص تاني فظيعه. خلاص وبتخسري، بالعكس بتخسري اكتر. مش معنى كده انا ما بقولش ما رحوش، لا يعني لو الحاله فعلا مستدعيه او لها امراض في العيله مثلا او بقى لو يعني الانواع المرضيه النفسيه. خدوا بالكم يا جماعه لان في ناس ساعات بتتصرف من دماغها بتستسهل وتروح تاخد هي دواء للاكتئاب، تاخد منوم. خدوا بالكم عشان الموضوع ده مهم جدا وبيأثر فعلا بطريقه سلبيه جدا 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 على حياتكم بعد كده. يعني مش معنى ان انت عايزه تهربي من حياتك في الوقت دوت فتبتدي يعني تلجئي للحاجات دي وتحسي ان انت كويسه دلوقتي فانت خلاص انت كده كويسه وتمام، لا، الحاجات دي هتأثر عليكي بعد كده بشكل سلبي جدا 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 على حياتك المستقبليه. لا اضعف الايمان، معلش لو اي عمليه بسيطه ان شاء الله عمليه لوز، انت لو خدتي بنج اوكي بعديها بتقعدي على الاقل يوم يومين دماغك مش مصدقه حقيقي دماغك يعني ما هو يعني بيفضل وده اهي محتاجاه وضروره وكل حاجه فالحاجات دي مش تعاملها يعني لازم يكون فعلا في ضروره قصوى، انما لو تقدري تشتغلي على نفسك بمساعده حد لا يفضل 100 مره. بالتالي كل مره لا قدر الله وقعتي في حاجه او حسيتي بحاجه هتعرفي تقومي نفسك. تمام. ناخد راي استاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تركيته عامل ايه؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ عامل منور الدنيا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل. انا كان عندي مشكله شخصيه يعني دي متعلقه بيا انا وكنت عايز اعرضها على حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. طيب انا يعني كان في بنت وكده ويعني حبيتها وكده واتخطبنا وقعدنا فتره مخطوبين. تمام. جا بعد فتره يعني حصلت زي مشكله كده، يعني
انا ما كنتش فيها غلطان ولا حاجه يعني. جه حصل مشكله ويعني الاهل يعني ما توافقوش مع بعض وكده والموضوع يعني اتفشكل. تمام. ده بقى له قد ايه بقى؟ معايا؟ بقى له قد ايه الموضوع متفشكل؟ لما يعني ما كملش كام شهر. وانت عندك كام سنه؟ يعني انا عندي 23. تمام. اوكي. كمل. تمام. بس فحضرتك يعني جه بعد كده انا يعني خلاص الموضوع خلاص، فهي يعني قالت لي، انا كلمتني تاني وقالت لي انا حاسه ان انا اتسرعت، انا عملت كده، انا الكلام ده حصل بضغوطات، انا يعني كان حواليا ضغوطات من اهلي وكده، وانا خايف اكون زي يعني ظلمتها. انا ما يعني بصراحه ما حاولتش ان انا اخد اي اجراء ان انا افركش الموضوع او كده، لان انا فعلا ان انا يعني انا بحبها، كنت بحبها وكنت مبسوط معاها وكده يعني، فانا خايف اكون ظلمتها ومش عارف هي برضه ليه عملت كده. طب ولو هي مثلا مش عايزاني، طب ليه بتكلمني تاني؟ انا يعني متلخبط. انت لسه بتحبها يا محمد؟ نعم. انت لسه بتحبها؟ ها؟ لسه بتحبها لحد دلوقتي؟ طيب ليه ما تديهاش فرصه ثانيه؟ خلاص يعني هو مش هينفع رجوع وكده يعني، ان الموضوع يعني خلص. انا كاهل وكده الاهل رافضين تماما، هي حتى قالت لي كده، قالت لي انا مش عارفه اعمل ايه، انا ممكن اعيش كده بس افضل احبك وكده، بس انا مش يعني كاهل وكده ان هم يوافقوا تاني مش هيرضوا طالما ان الموضوع يعني. طب معلش يعني ليه حضرتك ما تلجاش حد حكيم من العيلة، عم، خال؟ للأسف للأسف يعني هو الوالد يعني ما فيش حد بيقدر يسيطر عليه. والدها هي؟ نعم. والدها هي؟ وقبل يعني عايز اوضح حضرتك حاجه، قبل ما الموضوع طبعا يتفض وكده يعني، كان في اواخر الموضوع يعني هو كان هيتفض وكده، قبل يعني ما اخد يعني الشبكه والكلام دوت، يعني كلمتني وقالت لي انا حتى هم هنا مش مديني فرصه ان انا اقول لا خلاص انا متراجع عن القرار دوت. قالت كده، قالت انا حتى لو اتكلمت يعني هتغلط وكلامي محدش هيسمعه. يبقى خلاص الامر محسوم، الامر محسوم يا محمد. وانت زي ما بتقول انت لسه عندك 23 سنه، لسه صغير قدامك الحياه كبيره ولسه هتشوف كتير ولسه يعني الحياه بتعلم كتير. معلش يا محمد انا عايز اسالك سؤال، انت دلوقتي هدفك من المكالمه اوكي، دلوقتي حصل موقف والموقف ما كانش فيه نصيب يعني ايه المشكله اللي انت حاسسها؟ انت زعلان عشان التجربه؟ المشكله اللي انا حاسسها ان انا يعني إيه، لقيت حد يعني يعني متمسك بيا وهي بتقول لي كده برضو، انا حاسس بالذنب وخصوصا ان هي كمان ما كانتش حد عادي يعني، هي حد انا اخترته يعني، هو الموضوع جه يعني باراده مني، انا اللي رحت واتكلمت وشفت الشخص وعجبني واتكلمت والكلام ده كله، ما حدش يعني ظبط الموضوع ولا خلاني اختار لي دوت الحد دوت او كده، فاهماني؟ فده كان اختياري. تمام. فلما لقيتها يعني انا كنت خلاص يعني قلت خلاص طالما هي عملت كده يبقى خلاص هي مش عايزاني، وانا طالما حد مش عايزني انا عادي يعني خلاص، انا حتى لو كده يبقى انا فاهم غلط، المستحيل احب حد مش بيحبني. لما انت انا اسفه، لما انت مثلا جيت تملى استماره دخول الكليه، تمام، كان عندك كم اختيار تكتبه في الاستماره؟ كتير. طيب فانت دلوقتي من اول اختيار يعني انت كتبت اختيار واحد وسبت الباقي فاضي، ولا كتبت على الاقل كم اختيار؟ لا كذا اختيار بالظبط. نقول اضعف الايمان 10. تمام ماشي خلاص. ليه مهزوز من اول تجربه؟ ده اول درس بتتعلمه أنا لسه. انا مش مهزوز من اول تجربه، انا لو كان يعني ما لقيتش تمسك بيا او كده كان خلاص يعني عمري ما كنت. هو مين قال لك اللي جاي مش هيتمسك بيك يمكن اكتر من كده كمان واحسن؟ يعني مين اللي قال لك ان اللي جاي ممكن ما يبقاش احسن؟ انا معاك يا فندم، انا يعني انا عارف ان في الحياه لسه طويله والواحد هيقابل ناس والكلام ده كله. تمام. بس يعني هو مقصر فيه يعني ان هو ان هي متعلقه بالحلوتي ولسه الحلوتي هي عايزاه وهو لسه في حبه مشاعر جواه، فاهماني؟ ده اللي مأثر فيه حاليا. تمام. فكره التعلق دي نفسها بتعمل مشاكل نفسيه، لان ما ينفعش ان انا ابقى متعلقه بحاجه او بشخص او بعربيه،
لان هفضل انا مرتبطه بده مش عارفه اعيش حقيقي. حطيت نفسي جوه حته ومش عارفه اعيش. فبالتالي بالبلدي كده خلاص عامل ايه؟ فك الهوك. صح. يعني هو القرار اللي احنا ويعني يعني اللي انا الكلام اللي انا اخيرا اللي وصلت له يعني ان يعني هي قالت لي خلاص انا هعيش كده، انا مش هتجوز، هم مش هيرضوا، انا مش هتجوز وهفضل كده، وحتى لو انت اتجوزت انت حقك، انا السبب وانا اللي عملت كده، فطبعا ده مش حل يعني. خلاص يا فندم، مش هو ده قرارها هي وده اختيارها. نعم. هي حضرتك مش مسؤول عنه. بالظبط. وخد بالك يا محمد، بس هي تراجعت فيه، ما فيش حد يعمل كده، ما فيش حد. هي قريب جدا هتلاقي هي اتخطبت وبقى عندها حياه وعندها بيت، ما فيش حد بيعمل كده. هي بتقول لك ده تحت تاثير حب او علاقه او احساس هي مر بيه معاك. وحتى لو هي هتعمل كده فده اختيارها اللي هي اختارته لنفسها واختارته لحياتها، فهي مسؤوله عنه. حضرتك مالكش اي لوم على نفسك او اي اصلا اعمل فيها بنا كمان اقعد. لا طبعا، كل واحد مسؤول عن نفسه. بص يا محمد، هو القرار دلوقتي في ايدك، ان انت تاخد القرار. خلاص هي من عندها ما فيش نصيب، يبقى انت اقفل الباب ده بقى من بابه وابتدي شوف حياتك انت، شوف الشخصيه اللي هي المناسبه. واوعى تفتكر ان دي نهايه العالم، لا، ده كل نهايه قصه حب حزينه دي بتبقى بدايه تانية لقصه اجمل واحسن مليون مره. وبكره هتعرف ده مع الايام ان شاء الله. شكرا يا محمد لمداخلتك. طيب نرجع تاني لموضوع الحلقه. في ناس، بما ان محمد لسه بقى كان بيتكلم في موضوع اللي هو لسه بقى في علاقه وكده وعايز يخرج منها، في ناس بتخش في علاقه ويقعدوا في سنين فيها وبيحبوا بعض والحياه جميله وكل حاجه، ويجوا ينفصلوا خلاص، وتبتدي البنت تحس بنوع من الفراغ، ان هي مش قادره ان هي تتقبل الحياه ان هي لوحدها، ومش قادره تقعد لوحدها اكتر من كده، محتاجه ان هي تتكلم مع حد، محتاجه تشوف حد، محتاجه تسمع كلمه حلوه من حد. فبتبتدي في وقت صغير جدا ان هي تخش في علاقة تانية جديدة. ده بيأثر عليها بقى ازاي؟ طبعا هي كده بتأذي نفسها بمنتهى البساطة. اولا ما عطتش نفسها فرصة للهدوء ولا فرصة زي ما انا قلت كذا مرة، سواء المرة اللي فاتت او المرة دي، ان هي تراجع اخطائها. خلاص، فبتعمل ايه؟ بتزود اخطاء على اخطائها. هتلاقيها قاعده عماله تقارن ما بينه وما بين التجربه اللي قبل كده، فمش هتريح نفسها. خلاص، بالتالي مش عارفه تعيش اللحظه الممتعه اللي ممكن تعيشها، لان مخها اذا بصي لابس اللون ده مع اللون ده مش حلو، تبتدي تقارن. صح بالظبط. يعني ده كان بيعمل لي كذا، لا ده ما بيعمليش كذا، طب ده كان بيقول لي كلام حلو، ده ما ناشف شويه في اسلوبه في معاملته. فهتبتدي ان هي تخش في حته المقارنه. وتبتدي ما بتشوفش اخطائها فبتزودها. اوكي. بالتالي ما تعافتش من التجربه، يعني عندك انت دور برد ويا دوبك لسه بتفوقي، رحتي لابسه الكات ونازله، طب ما هو هتاخديه تاني ومعاه بقى ايه؟ التهاب رئوي. خلاص. بعدين تيجي يا ريتني، ما هو فعلا تصدق. اقعدي شويه مع نفسك، شوفي تاني زي ما انا قلت، معلش الكلام بعيده لانه فعلا مهم. وفعلا ده وعي مهم طبعا. اقعدي تاني مع نفسك، اكتبي مميزاتك، اكتبي عيوبك. خلاص، وطبقي الورقه وشيليها، وانزلي اشتري شويه حاجات من السوبر ماركت، ولا اعملي اي حاجه، ولا روحي سينما، وارجعي بصي على الورقه. لا بس هي دي مش قوي، ممكن اشطبها، لا بس دي زياده عايزه اكتبها. ده انا نسيت. تفضل تكتب 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 لغايه ما تحس فعلا انها فرغت نفسها. اوكي، انا دلوقتي بقى جاهزه. انما اخد ده ولا اخد دي عشان انسى بيهم اللي قبل كده، هتلاقي ان حياتهم اكثر تعبا. خلاص، اكثر مراره من اللي هم فاكرين انها ممكن تبقى احلى. وبالتالي هيفضل هو انا بيحصل فيا كده ليه؟ هو ما بيحصلش في حاجه، هو انت اللي عملت في نفسك كده او انت اللي عملتي في نفسك كده؟ هو ما حصلش فيك حاجه، انت اللي ما عطيتش نفسك فرصه انك تتعافى كويس وانك تتعلم من الدرس. وبرده زي ما قلت قبل كده، احنا ايام المدرسه بنذاكر بعدين بنمتحن. فبالتالي وانا طالعه ده دي انا من نفسي بقول اخ كتبتها غلط. انما في الحياه احنا بنمتحن وبعدين نقعد بقى نتعلم الدرس. فبالتالي انا مش عارفه خطئي، لازم اقعد اتعلم، اشوفه، اتفرج عليه من بره زي ما قلنا المره اللي فاتت. اعيد الحلقه كده واقعد بقى اتفرج عليها. لا قعدتي ما كانتش مظبوطه، لا مش كنت عماله هزر زياده عن اللزوم، ولا كنت ابتدي بقى اشوف عشان الحلقه الجايه بقى تبقى احسن. طيب ناخد تليفون معانا. ام يوسف. الو، السلام عليكم. ازيك يا ام يوسف؟
اهلا وسهلا. منوره الدنيا حبيبتي. الله يخليك. اتفضل. لو سمحت اشترك معاكم. اتفضلي يا حبيبه قلبي، انت على الهوا. اتفضلي. انا متجوزه ومعايا 3 اولاد. نعم. متجوزه ومعاها 3 اولاد. سامعاكي. اتفضلي. انا متجوزه ومعايا 3 اولاد. تمام يا ام يوسف. اتفضلي. انا فكر وانا بنت العلاقه يعني. ممكن بس توطي صوت التلفزيون؟ لا وطي صوت التلفزيون شويه عشان تسمعيني من التليفون احسن. بعد اذنك لو سمحت. انا كنت بعلاقه بس ما حصلش نصيب، بس احنا يعني ايه لسه بنحب بعض. علاقه انت علاقه متجوزه يعني ولا علاقه؟ لا انا متجوزه بس احنا يعني ايه لسه بعلاقه يعني على بعض كلام وكده. حلو تمام. فهي لو سمحتي يعني ايه عايزاي عايزاي؟ احنا فضلنا نحب بعض اكتر من 9 سنين بس ما حصلش نصيب. اوكي. وبعدين؟ فهو قال لي يعني ايه، يقول لي ايه حتى لو كده بعد 100 سنه هنبقى لبعض برضه. طب ما يعني احنا ممكن نعرف سبب المشكله بتاعت الانفصال اصلا؟ ما فيش، هو اخوه كده فمامته ما وافقتش ان هو يجيب واحد اجا، ولو اخد دي انا اموتها وكده. فانا اللي بعيد مش هو. ثانية واحدة عشان أنا كده أنا برضه دي واحدة. حضرتك متجوزة وعندك 3 عيال صح كده؟ اه بس احنا لسه يعني ايه بنتكلم بعض. اه يعني انت انفصلتي من جوزك؟ لا انا ما انفصلتش عن جوزي. اه حضرتك اه اوكي متجوزة وعندك 3 عيال ولسه مع جوزك، بس قبل ما تتجوزي جوزك كنت تعرفي حد لمدة 9 سنين صح كده؟ وما حصلش نصيب. بس فضلتوا على اتصال طول السنوات دي. اه ومع ذلك ولغايه دلوقتي. تمام. وبعدين؟ حاجه وحشه يعني اللي فيه عنده مشكله يقول للتاني بس مش اكتر من كده، بس تقول لي ايه لو وحش يعني بقى لو بعد 100 سنه احنا لبعض. تمام. فانا عايزاه تقول لي كلمه برضه. تمام. طيب هو اول حاجه يعني بصي حضرتك اللفظ معلش انا اسفه انا ما بحبش استخدمه، لان علاقه دي بتفتح ابواب لمعاني كتيره جدا. تمام. انا ما بعملش انا ما بحكمش على حد. تمام. وماليش الصفه ان انا احكم على حد لان انا مش ربنا سبحانه وتعالى. تمام. بس حضرتك لو عملتيها صداقه، لو حضرتك قلتي كلمه صداقه بدل علاقه حتى المعنى هيخف اكتر، هيبقى في صداقه. كل حد بيحتاج ان هو يتكلم مع حد ممكن يكون خارج نطاق عيلته، خارج نطاق، فمن حقه ان هو يتكلم مع حد حقيقي، بس الكلام يبقى ليه اسلوب مناسب. عندك حق يا دكتور. طيب بصي يا ام يوسف، لو انت مش مبسوطه من حياتك ومبسوطه مش مبسوطه مع جوزك وبالحياه اللي انت عايشاها دي، يعني ربنا حلل لنا ان احنا نتطلق. طيب يعني ممكن تتطلقي من جوزك وتخشي في العلاقه مع الشخص اللي انت بتحبيه ده وتتجوزه عادي. تمام. فيعني انا شايفه ان ده الحل المناسب. تمام. يعني ربنا يا رب يهدي الامور وربنا يصلح حالك يا رب وحالنا كلنا ان شاء الله. دكتوره ماجي شرفتيني ونورتيني بجد، كانت حلقه جميله جدا بيكي. وان شاء الله لينا حلقات تانية كتيره جدا باذن الله في اي مجال. اكيد ان شاء الله. ميرسي ليك يا مونيكا، وميرسي لكل فريق الاعداد والتصوير، وميرسي للقناه. ميرسي ليك. شكرا. اعزائي المشاهدين، للاسف وقت الحلقه خلص معاكم النهارده، استنوني الاسبوع الجاي ان شاء الله وحلقه جديده مع برنامج كلام مهم مع مونيكا. السلام عليكم.